ان جبهه الانقاذ لازم تعرف انها متخرب. اتفضل حضرتك. ولازم تعرف انها بتتآمر على البلد. طيب اتفضل حضرتك. نعم. اتفضل على الهواء. بقول انها بتتآمر على البلد. طب قول رأيك وانا هقول رأيي. اتفضل حضرتك. انا قلت رأيي. بقول لك انت مخرب. طيب ممكن اكمل انا؟ انت مخرب. اشكرك. شكرا لحضرتك. ممكن اتكلم انا ولا ممكن نكمل ولا حضرتك ان احنا مخربين؟ اتفضل وريني هتقول ايه. استاذ حضرتك تتكلم تكلم مظبوط. وريني. طيب اتكلم. اتفضل اتكلم اتكلم. إن جبهة الإنقاذ الوطني وإذ تقدر ما تمر به البلاد. ما مش هينفع كده. طيب حضرتك راجل كبير. احنا مش هنعرف نتكلم مع حضرتك يعني. يا فندم ما ينفعش. الناس بتخرب في البلد. يا باشا على عيني وعلى راسنا سيبنا نقول رأينا ومعرفتك. وأنت رأيك قلت إن احنا مخربين. خلاص عرفنا. ممكن نكمل بعد إذنك. حضرتك زي والدي أنا ما أقدرش أعيش معاك أكتر من كده. لو سمحت يا فندم أرجوك بعد إذنك. احنا يا ناس اكمل. ده بيان مخرب. مش عايز يتقال هنا.